عليك يا بولغا. عزب عربي قولي يا شوخي. جريعتا فاكرة نفسك هتعرفي تهربي مني انت وشوية العيال السيع دول؟ عيب عليكم، ده انا شغال في الموساد مش في ملاهي السندباد. ولا يا سفلاكي؟ على اي حال سوف اقتلكم لا محال، ولكن قبل ان اقتلكم اود ان القي عليكم بعض الكلمات. كلمات ايه؟ انتظر، الم تشاهد في الافلام ان الرجل الشرير قبل ان يقتل ضحاياه يلقي عليهم خطبه؟ لقد اعددت خطبه ويجب ان القيها. خطبه ايه؟ خطبه انت هتودينا في داهيه وانت ما خدتش برضه بالك في نفس الافلام وهو بيقول الخطبه العيال بتلبوا في نصها؟ خلص عليهم دول عيال شمال. فلننهي هذه المهزله. بنت يا سفلاك، بنت هتروح مني. ايه ده؟ يعني بحبك لله في الله. اهدى بس، اهدى. ابوس رجلك انت. طيب ريح يا رجل، عيب ده احنا شبه بعض يا رجل. على فين؟ على فين يا عتاب؟ فاكرة نفسك هتعرفي تزوغي مني انتي والبقف ده؟ والله العظيم حرام عليكم، مش مرجلة يعني اللي انتوا تقتلوا اتنين عزل زينا كده هو. وبعدين أنا بنت ما يصحش. أستاذ سفولاكي، أنا بخاطب فيك روح السمراي، اعتقنا لوجه الله، الله يسترك. فليكن ما تريدي. ايه؟ فليكن ايه؟ تاني هيغفلونا يا سفلاكي وهيضحكوا عليك، دي حوارات مصريين واشتغالات اسألني انا حافظهم. لم نتعلم هذا في معبد شاولن. ايه ده؟ استاذ سفلاكي انت كنت في معبد شاولن؟ نعم. انت تعرف ان انا كانت امنية حياتي ان انا ادخل معبد شاولن؟ بس دايما كانت امي تقول لي يا حبيبي خلص جامعتك وتشاولن براحتك. هو معبد شاولن سنتين ولا اربع سنين؟ اربع اعوام. اربع اعوام؟ يعني مؤهل عالي. كنت اقول لها يما ده معبد عالي، ما كانتش بتصدقني. طيب استاذ فلكي، اظن مش من اخلاق معبد شاولن ان الناس معاهم سلاح يضربوا ناس ما معاهمش سلاح. سفلكي بتعمل ايه يا سفلكي؟ هيضيعونا فوق.